بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بادي هذه بدء أحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيئ لمثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذا المجلس العلمي أيها الإخوة أيها الأفاضل في هذا الجامع المبارك، جامع الراجح بمدينة الرياض، في 18 من شهر رمضان من عام 42 و400 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. عنوان هذه الجلسة أيها الإخوة أيها الأفاضل قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوقوف عند قوله ليتدبروا آياته، طبعا التدبر أيها الأفاضل معناه التفكر والتأمل في آيات القرآن من أجل فهمه وإدراك معانيه وحكمه والمراد منه. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا نظما ولا نثرا. ويقول تلميذه ابن القيم رحمه الله الجميع، يقول في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ويقول الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول: عجبا لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف معناه كيف يلتد بتلاوته. نقف مثلا مع كلمة الحمد لله رب العالمين، الآية في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين معناها الثناء على الله سبحانه وتعالى، والثناء يكون باللسان، بأن تحمد الله بلسانك وأن تحمد الله بقلبك وتعترف أن النعمة من الله وما بكم من نعمة فمن الله، وأن تسخر جوارحك في طاعة الله: اعمل وآل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا، وسمى الله نوح عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا، كان إذا أكل الأكلة حمد الله عليها، وإذا شرب الشرب حمد الله عليها. قال الله عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله تعالى حمد نفسه عندما خلق السماوات والأرض، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وحمد نفسه لما أنزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وحمد نفسه عندما دخل أهل الجنة الجنة والنار النار، قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، إلى أن قال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الوقفة الثانية مع قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال العلماء: اهدنا معناها يعناها مل بنا إلى الصراط المستقيم، وأخذوا ذلك من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في مرض الموت من التعب، قال الراوي: خرج يهادى، يعني يتمايل من التعب، يتمايل بين رجلين. فمعنى اهدنا يعني مل بنا إلى الصراط المستقيم، والذي عليه العلماء أن اهدنا ثبتنا على الطريق المستقيم. أيضا من الفوائد في قوله اهدنا الصراط أن الله وحد الصراط، لم يقل اهدنا الصراطات، لأن دين الحق دين واحد وهو دين الإسلام الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصراط عند العرب هو الطريق الذي ليس فيه اعوجاج. قال الشاعر العربي: أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. والصراط إما أن يكون حسيا أو يكون معنويا. المعنوي هو تعاليم الإسلام، قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا، إلى أن قال في نهاية الآيات من سورة الأنعام: وأن هذا صراط مستقيما، وهي التعاليم الإسلام. أما الصراط الحسي فهو الذي يوضع على متن جهنم. يقول العلماء: من وفقه الله للصراط المعنوي وهي تعاليم الإسلام ثبت الله قدمه على الصراط الحسي الذي يوضع على متن جهنم، لأن الناس يمرون فيه على قدر أعمالهم. يقول تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في ذلك إثبات الغضب لله رب العالمين. والله غضب على قوم من أهل الكتاب لأن عندهم علم بدون عمل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
والضالين هم الذين عندهم عمل بدون علم، عكسهم، كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها. يقول الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسيره في كلام ما معناه، يقول: بعض الناس إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين يظن أنها خاصة بقوم معينين، فالشيخ محمد وهاب رحمه الله يقول: لا، إنها ليست مخصوصة بهم، إذ لو كانت مخصوصة بهؤلاء المعينين من أهل الكتاب لما طلب من الشخص أن أن يستعيد بالله أو أن يبعده الله عن طريق هؤلاء المغضوب عليهم الضالين. بمعنى الكلام أن الشخص يستعيد بالله أن يغضب الله عليه أو يكون من الضالين. والضلال عند العرب هو تضييع الطريق، تقول العرب ظل الماء في اللبن يعني ضاع، وتقول العرب ظل الطريق يعني ضيع الطريق. فالشخص إذا كان عنده عبادة قولية أو فعلية مبناها على غير علم فهو قد ضيع الطريق. لا بد من العلم ثم العمل، ثم العمل لا بد يكون فيه إخلاص ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى في سورة البقرة وهو يتحدث عن المتقين، نسأل الله عليه وسلم فضله العظيم: أولئك على هدى من ربهم. أشار إليهم، قال: أولئك على هدى من ربهم. اختار لهم حرف على وهو حرف جر، فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرفع منهم من القوم من هؤلاء المسلمين المؤمنين اختار لهم حرف على عند في من حروف الجر عند العرب الذي يعني العلو والاستعلاء، فقال أولئك على، ما قال في. لكن إذا كان القوم على ضلال مبين اختار لهم حرف الجر في، كما قال تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى. لما تكلم عن الهدى اختار حرف الجر على لأنه يدل على الاستعلاء، أو في ضلال مبين لأن القوم ضالين. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: في قلوبهم مرض، وهو يتحدث عن المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية لي ولكم. تحدث الله عن المنافقين في 13 آية، قال: في قلوبهم مرض. ما هو المرض؟ هو مرض الشبه ومرض الشك. يا الله يتكلم عن المنافقين يقول عندهم مرض، مرض الشبه والشك. ما العلاقة بين المرض الحسي والمعنوي؟ الشخص إذا مرض مرضا حسيا ضعفت جوارحه، فكذلك الشخص إذا مرض قلبه وصار منافق ضعفت جوارحه عن طاعة الله. فقال تعالى: في قلوبهم مرض، يعني في قلوب المنافقين مرض، فزادهم الله مرضا. أيضا من ضمن الكلام يقول الله سبحانه وتعالى عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام: وإذ فرقنا بكم البحر وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فرعون لما ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى كان عقابه من جنس ما علا به، فجعله الله في أسفل سافلين وأغرقه في البحر، أغرقه في البحر. مثل ما أنه قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وهذه الأنهار تجري من تحتي، يقصد نهر النيل، فأجر الله مياه البحر من فوق رأسه. في قوله تعالى في سورة البقرة ويتحدث الله رب العالمين عن قصة سورة قصة البقرة في بني إسرائيل، قال عنها عن البقرة: لا فارض ولا بكر، يعني ليست كبيرة ولا صغيرة. طيب ما هي؟ قال موسى عليه الصلاة والسلام: اذبح بقرة عوان بين ذلك، يعني هي وسط، ليست كبيرة وليست صغيرة. قيل لأحد السلف: هل نجد في القرآن العظيم أن خير الأمور أوساطها؟ واحد من الناس يسأل أحد السلف، يقول: هل نجد في القرآن العظيم أن خير الأمور أوساطها؟ قال: نعم، موجود في قوله تعالى: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، يعني وسط بين ذلك. قال: في هناك آية أخرى؟ قال: نعم، موجود. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تبخل، ولا تبسطها كل البسط، يعني لا تسرف، وابتغ بين ذلك سبيلا. إذا كان لا بخل ولا بسط يكون الوسط بين ذلك. والله تعالى أيضا يقول في القرآن أيضا يقول تعالى: ولا تجهر بصلاتك، يعني بقراءتك، طيب، ولا تخافت بها، طيب، ماذا أعمل؟ وسط، وابتغي بين ذلك سبيلا.
في قوله تعالى وهو يتحدث عن قلوب الذين قست قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. القلب سمي قلبا قيل لأنه وضع في القلب في الجسد مقلوبا، أو لأنه لا يثبت على حال. ولذلك قال الشاعر: ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. يقول العلماء: لماذا لم يشبه الله من قست قلوبهم بالحديد؟ لأن الحديد أقوى. قالوا: لا، قال لم يشبه قلوبهم بالحديد لأن الحديد يذوب مع النار، أما الحجارة فهي أشد قسوة. ولذلك قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة، إلى آخره. في قوله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني أن الله امتحن واختبر إبراهيم عليه السلام بكلمات، قيل بالحج، قيل بالسنن الفطرة، قيل أقوال كثيرة. قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، لأن إبراهيم وفى ما عهد الله عليه. قال: إني جاعلك للناس إماما. الله يقول إبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما. ماذا قال إبراهيم؟ هل قال ومن ذريتي، أو تأدبا مع الله في الدعاء قال ومن ذريتي؟ ما قال اجعل من ذريتي إماما. ليش؟ لأنه قد يكون في ذرية من هو غير صالح للإمامة، يعني يكون في مثلا في معاصي وذنوب وكذا. يعني ما قال الله تعالى قال إني جعلك للناس إماما، قال إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي، يعني أريد أن يكون من ذريتي، تبعيض، لأنه لا يمكن أن يكون كل الناس صالحين. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، بدأ بالأمن لأهمية الأمن، ثم قال وارزق أهله من الثمرات، بدأ بالمهم، بدأ بالأمن ثم انتقل إلى الأكل والشرب، لأن الأمن أهم من ذلك. في قوله تعالى في سورة العمران عن يتحدث الله رب العالمين عن زكريا عليه الصلاة والسلام، يقول عن أنه كلما دخل على مريم رضي الله عنها قال وجد عندها رزقا، رزقا نكرة عم كل رزق. كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب ما هو؟ المحراب هو المكان للعبادة، هو مكان العبادة، سمي محرابا لأنه حرب للشياطين، فالشيطان ما يضيع وقته مع أصحاب المحاريب الذين يتعبدون الله. فانظر إلى علاقة العبادة بالرزق. الآن هو يقول زكريا، الله يقول عن زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، إذن هناك علاقة بين العبادة وبين الرزق. فلما رزق الله مريم رضي الله عنها الرزق، تحركت نفس زكريا لطلب الرزق من الله، وكان عمره كبير وزوجه كبير، فقال ربي هب لي من لدنك ذرية، ولم يقل ذرية أطلقها، وإنما قيدها بطيبة. انظر لدعوة الأنبياء والرسل، دقيقة جدا دعواتهم، ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وبعدين فنادته الملائكة وهو قائم، نفس المرة ثانية كررت المحراب مرتين، فنادته الملائكة، نادت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، واحد مش يبشرك بيحيى، الله تولى تسميته، يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، ست بشارات. والمحراب تكرمت مرتين، دل على أن هناك علاقة بين الرزق والعبادة. الله تعالى يقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، تخيل كل الدنيا نهار، ثم قال بلا بعدها قل أرأيتم، يعني أخبروني إن جعل الله عليكم الليل إلى آخره سرمدا إلى يوم القيامة. لما تكلم عن النهار ختم الآية فلا تبصرون، ولما تكلم عن الليل ختم الآية فلا تسمعون، لأن البصر في النهار أقوى من السمع، وفي الليل يكون السمع أقوى من البصر، فاختار هذا، فاختار للنهار البصر واختار لليل السمع. انظر إلى أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، كان أبوه كافر مشرك، ومع ذلك يقول يا أبتي، انظر للطف العبارة. طيب ما بالك لو كان مسلما، لابد يكون البر أكثر وأكثر. أبوه كان مشرك وكان يعاديه، يقول ومع ذلك تلطف معي، يقول يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
ما قال يعني ما قال أنه سيمسك، قال خاف أن يمسك عدم الرحمن. فتقول يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وش كان رد والده؟ رد سيء، قال لأهجرنك لأرجمنك واهجرني ملي، أرجمنك بالحس بالحس والمعنى، لأرجمنك بالحس يعني بالحجارة، وكذلك أرجمك بأن أقول أنت ساحر وأنك كذاب وأنك مجنون إلى آخره. بقى تقريبا 3 آيات، نكمل ولا؟ طيب، في قوله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا دواء، ما قال دواء، لأن الدواء قد يتخلف، قد الواحد يأكل الدواء لكن قد ما يشفى، لكن لما يقول شفاء قطعا أن القرآن شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. في قوله تعالى في سورة الكهف ويتحدث عن الفتية الذين ذهبوا إلى الكهف هاربين من قومهم الكفار، قال تعالى فأووا إلى الكهف، يعني اذهبوا اسكنوا الكهف. طيب هل يمكن الإنسان يسكن في الكهف؟ يسكن في الجبال؟ الجبال هي سكن للوحوش والحشرات والدواب ولا لا المؤذية، لكن ما وجدوا غير هذا المكان، هربوا بدينهم. فقال تعالى فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إذن الموضوع إذا كان المسكن فيه طاعة وفيه تلاوة لكتاب الله، نشر الله الرحمة في المسكن سواء كان في جبل أو في قصر أو في بيت أو في غيره ولا لا؟ لأنه الآن سبحان الله ليست العبرة يعني بالبيت، العبرة بماذا يكون في البيت. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب، ليست المسألة مسألة مظاهر. الآن الله نشر الرحمة في هذا الكهف، الكهف ما حد يسكنه، قال ينشر لكم من رب ينشر لكم ربكم من رحمته، أي واحد، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. في قوله تعالى في فأزلهم الشيطان عنها، يعني الشيطان أوقع آدم وحواء في الزلة، يعني في المعصية. القراءة لحفص عن عاصم فأزلهم الشيطان عنها، فأزلهم الشيطان عنها يعني أوقعهما في الزلة وهي الذنب. القراءة الثانية الصحيحة ما هي؟ فأزالهما يعني نقل الأبوين من الجنة إلى خارج الجنة، هذا من لطائف القراءات. انظر إلى حسن الظن بالله، ماذا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ إني لأجد ريح يوسف لولا أن تكلم لولا أن تفندون. سبحان الله، حسن الظن بالله، الثقة بالله، يجب علينا أن نثق بالله، نحسن ظننا بالله، نحسن ظننا بالله في دعوتنا عندما ندعو الله أن الله سيجيب دعوتنا، نحسن ظننا بالله أن الله سيكشف الكرب، نحسن ظننا بالله أن الله سينصر الإسلام وأهل الإسلام، نحسن ظننا بالله أن الله سيتمم لنا ما وعدنا من جنة عرضها السماوات والأرض. لا بد من الثقة بالله وحسن الظن بالله. انظر إلى الأنبياء الآن، يعقوب عليه الصلاة والسلام إني لأجد ريح يوسف، هذا حسن ظن بالله، ووجد يوسف فعلا عليه الصلاة وعليهم الصلاة والسلام. هذا ما سمح بالوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام وأن يجنبنا المعاصي والآثام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، اللهم وفقه ونائبه لما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه مدد كلماته زينة عرشه رضا نفسه. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى الأصحاب أجمعين.